كشفت شركة ديكسترا روبوتكس عن ابتكارها الجديد، وهو بشكل هيكل خارجي لقفاز الواقع الافتراضي الذي أطلق على اسم ديكسمو، لكنه ما زال قيد التطوير. ويمكن ربط قفاز الواقع الافتراضي مع المتحكم ستيم، وهو عبارة عن منظومة حديثة على شكل منصة تم توظيفها لتتبع الحركة اللاسلكية لمكونات الواقع الافتراضي. وأوضحت الشركة أن القفاز عبارة عن هيكل ميكانيكي خارجي قابل للارتداء، بحيث يمكنه التقاط حركة اليد، وهو يوفر بيئة جيدة للتفاعل ما بين الإنسان والآلة في مجال الروبوتات والواقع الافتراضي. ويمتلك ديكسمو 3 إلى 4 درجات حركية من أجل حركة الإبهام، مع إمكانية الانقسام والانحناء بالنسبة لباقي الأصابع الأربعة لتقديم نموذج هيكل يد دقيق نسبياً.